بسم الله الرحمن الرحيم. الغربيون أعداء المسلمين بالشكل فظيع، وكتاباتهم تدل على ذلك. وما دام الغربيون أعداء لا يمكن نهضة المسلمين، لأن الغربيين الآن 1,000,000,000، 300,000,000 أمريكا، و 700,000,000 أوروبا، وهذول كلهم متحدون ضد المسلمين. وحتى إذا عندهم اختلافات، مو اختلافات حول أن المسلمين بحق أو ليس بحق، اختلافات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية بينهم. لماذا هؤلاء أعداء المسلمين؟ لأمرين: الأول، الحروب الصليبية قبل 1,000 سنة. الحروب الصليبية بين المسلمين وبين الغربيين سببت عداء شديدا وتهريجا ودعاية ضد المسلمين، ورواسب هذه الحروب باقية إلى الآن، رواسب تقليدية لهم. الشيء الثاني من الأسباب أن في الغرب 3 منظمات تشتغل ليل نهار ضد المسلمين، وإلا في الشعوب الغربية بما هم ليسوا أعداء المسلمين. المنظمات 3: المنظمة الصهيونية، الثانية المنظمة الماسونية، الثالثة المنظمة التي تزقق الأفكار الانحرافية المربوطة بمافيا الصهيونية والمافيائية والماسونية. وهذه المنظمات 3 مزودة بمليارات من المال وعشرات الألوف من الخبراء والمفكرين والتخطيط الدقيق ضد المسلمين. هم من يوم سيطروا على بلاد الإسلام قبل أكثر من 60-70 سنة إلى الآن مستمرون في إشعال الحروب بين المسلمين. مدة حرب في فلسطين، حرب في لبنان، حرب في كابول وما أشبه، حرب في كشمير، حرب في بوسنيا وهرسك، حرب في العراق وإيران، حرب في العراق والكويت. 50 سنة هذه الحروب مستمرة، وإنما تغير مواقعها، مرة في الشرق، مرة في الغرب، مرة في الجنوب، مرة في الشمال، تحت أسامي مختلفة والصيغ مختلفة وألوان مختلفة وخرائط مختلفة، الجوهر واحد. نحن المسلمين إذا أردنا النهوض وانتهاء المشاكل وإنهاؤنا للمشاكل، يجب علينا 3 أشياء في البلاد الغربية.
الشيء الأول منظمة إسلامية عالمية في قبال تلك المنظمات الثلاث. السيف يقابله السيف، الكتاب يقابله الكتاب، الصاروخ يقابله الصاروخ، العلم يقابله العلم، وكذلك المنظمة تقابلها منظمة. الواجب علينا أن ننظم المسلمين المتواجدين في الغرب. المسلمون المتواجدون في الغرب كثرة، في أمريكا وحدها 10 ملايين مسلم أكو، في ألمانيا وحدها 5 ملايين مسلم أكو، في فرنسا 4 ملايين مسلم أكو، وهكذا. لازم هذول ينظمون حتى يكون التنظيم في قبال التنظيم. الشيء الثاني سيل من الإعلام، كتب، جرائد، مجلات، إذاعات، تلفزيونات. الشيء الثالث المؤتمرات المحلية والعالمية، يعني مؤتمر في كندا، مؤتمر في بريطانيا، مؤتمر في أمريكا، مؤتمر في فرنسا، مؤتمر في ألمانيا، مؤتمر في إيطاليا. حتى هذه الثلاثة، المنظمة العالمية الإسلامية، المؤتمرات الموضعية والعالمية، والسيل من الكتب الثقافية، هذه الأمور الثلاثة تعمل شيئين. العمل الأول إفراغ الذهن الغربي عن عداء الإسلام، وأن الأمر ليس كما تزعمون. الأمر الثاني إسناد المسلمين في بلاد الإسلام، يعني أنه لما تقع حرب في كشمير كمثل أو في بوسني مثل، من يؤيد المسلمين؟ لا مؤيد للمسلمين. والشعر يقول ويل لمن شفعاؤه خصماؤه. الغربيون الذين هم أعداء المسلمين عداء تقليديا، هؤلاء مع جانب الصرب، مع جانب الهنود، مع جانب الشيوعيين في قصة حرب أفغانستان، مع جانب اليهود في حرب لبنان أو فلسطين أو ما أشبه. إذا صنعنا هذه الأمور الثلاثة في الغرب، لعله بعد 20 سنة، 10 سنوات، 25 سنة، 30 سنة، نوفق لإنقاذ المسلمين. وإلا أنا أذكر الآن ما يقارب 60 سنة اللي أنا أذكر، المسلمون كلهم في مآسي. في المطول أكو فرس الشاعر يقول بالنسبة إلى فرسه، يقول ويسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد. كل في غمار. الشاعر الآخر يقول زعم العواذل إنني في غمرة، صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. ما دام العداء موجود دائما المسلمون في حالة اضطهاد، فرد يوم باسم صدام، فرد يوم باسم نجيب الله في كابول، فرد يوم باسم رابين في إسرائيل، الجوهر واحد، الأشكال فقط تختلف. الآن 60 سنة اللي أنا أذكر هالمشاكل، يجب علينا أن نشكل هذه الأمور الثلاثة وننظمها ونأتي بها في البلاد الغربية، حتى هذه الأمور الثلاثة تفعل شيئين. الشيء الأول إفراغ الذهن الغربي من عداء الإسلام. يقولون إنسان كان يذهب في الصحراء فرأى من بعيد شبحة فظنه حيوان مفترس، أراد أن يرميه لكنه تريث،
شوي اقترب فرآه إنسانا فظنه لص، أراد أن يضربه ويرميه لكنه تريث. بعد أن تقدم رآه أخا له وحمد الله على أنه ما أخطأه وما رماه. الغربيون هكذا يتصورون فينا نحن المسلمين، بينما الإسلام يقول على لسان علي عليه الصلاة والسلام الناس صنفان، إما أخ لك في دين أو نظير لك في الخلق. وحتى في القرآن الحكيم في آيات مكررة الله يقول المؤمنون إخوة للكافرين، يقول وإلى عاد أخاهم هودا، هود نبي، عاد مشركون كفر، الله يقول هذا أخوه، وإلى عاد يعني بعثنا إلى عاد أخاهم هودا. أو يقول وإخوان لوط، لوط نبي مرسل، وأصحابه تعرفون عن قضاياهم، مع ذلك الله يسميهم أخا وإخوان لوط. وهكذا الغربيون يزعموننا أعداء، في الحقيقة نحن لسنا أعداء، وإنما السوابق التقليدية للحروب الصليبية ركزت في أذهان الغربيين أننا أعداء. ثم هذه المنظمات الثلاث الصهيونية والمافيائية والماسونية، هذه المنظمات الثلاث تمد الذهن الغرب العدائي بعداء المسلمين، والعلاج أننا نحن نصنع ما ذكرنا حتى تفرغ أذهانهم عن عدائنا وعن حربنا وعن قتلنا وعن تسليط صدام علينا. في ذلك اليوم نتمكن من أن نعيش بسلام كبشر كإنسان، له كرامته، له شخصيته، له حقوقه. وإلا ما دام تلك الذهنيات موجودة هذه الأمور تبقى مستمرة، وإنما تتغير الصور. من يعمل تلك الأعمال في الغرب؟ نحن. ما حك جلدك غير ظفرك. لكن إذا أردنا أن نعمل تلك الأعمال في الغرب هذا مو شيء هين. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، به صعوبة. نحن نقيم حسينيات، نقيم مستوصفات، نقيم احتفالات، نقيم عزيات، نقيم مجالس الوعظ والإرشاد، نطعم في مناسبات، كلها حسنة، لكن هل الحسن يكفي عن ذلك؟ إنسان له عينه وأذنه ولسانه ويده ورجله، لكن هل يكفي كل ذلك عن رئته، عن قلبه، عن معدته، عن كبده؟ كله، كل شيء في موضعه. يجب علينا أن نعمل تلك الأعمال الثلاثة في الغرب، أقصد بالغرب أعم من الأوروبيين والأمريكيين، هذول اللي حاملين لواء عداء الإسلام بمختلف الصور بمختلف الأسامي، بينما شعوبهم وناس طيبون. المعاندون وناس قليلون دائما. وفي دعاء الكميل تقرؤون أقسمت أن تخلد فيها المعاندين، معاند. نحن يجب علينا أن نعمل هذه الأعمال، وبمقدار إسهامنا في هذه الأعمال نساهم في التخفيف عن حدة التوتر والعداء. لكن هذا مو شيء يسير، شيء صعب، يحتاج إلى أناس تضحويون، يحتاج إلى أناس ينظرون
إلى الهدف بلا نظر إلى هذا الجانب وهذا الجانب. أما إنسان يفكر في ملبسه ومأكله وبيته وزوجته وسيارته وسفره وحضره، كل تفكيره في هذا المحيط، هذا لا يتمكن من شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث مشهور، بعث إلى أحد المسلمين ذاك اليوم فقالوا يا رسول الله يأكل. الرسول بعث إليه مرة ثانية عند مهمة، هم جاء الرسول شاف يأكل، جاء لرسول الله وقال يا رسول الله إنه يأكل. الرسول أرسل إليه مرة ثالثة أن يحذر، فجاء للرسول وقال يا رسول الله إنه يأكل. الرسول رفع يديه إلى السماء وقال لا أشبع الله بطنه. المهمة لا يتمكن من إنجاحها وإنجازها من يفكر في بطنه، ومن يفكر في سيارته، ومن يفكر في ملبسه وفي هندامه وفي جماله وفي زواجه. إذا ملأ هذه الأشياء تفكير الإنسان لا يتمكن من تفكير الهدف. الرسول لماذا تقدم؟ علي لماذا تقدم؟ المسلمون الأولون لماذا تقدموا؟ لأنه صرفوا كل شيء منهم لأجل الهدف، كل شيء. شاب كان في مكة المكرمة أول البعثة، مدلل جميل ثري من عائلة ثرية، مرشح أن يكون شيخا على العائلة بعدما يموت شيخهم، وأن يزوج بنتا جميلة للشيخ شيخ العشيرة. هذا الولد هالشكل كان يعيش، في رفاه وثروة وشخصية، ومرشح للزواج ببنت جميلة. ذات يوم أراد هذا الولد أن يأتي إلى مسجد الحرام للطواف، لأن الجاهليين أيضا يطوفون، منعوه لأن الرسول كان يجلس في الحجر ويقرأ القرآن في أوقات خاصة. قالوا له الآن لا تذهب، الإنسان حريص على ما منع. قال لا لازم أذهب، هو ما يدري أصلا ما يدري عن القضية. فلما أراد أن يدخل المسجد الحرام وهو في إبان تلاوة الرسول للقرآن، والرسول بعد في غربته ووحدته وقلة المسلمين واضطهاد الكفار لهم، أحد أقرباء هذا الولد الشاب أخذ الكرسف، كرسف يعني شنو؟ يعني القطن، ووضع الكرسف في أذنيه حتى لا يسمع صوت الرسول. الكفار دائما هكذا. نوح يقول لله سبحانه وتعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني يجيبون ثيابهم أمام وجههم حتى لا ينظرون إلى شخص النبي، لا يسمعون كلامه ولا ينظرون إلى شخصه وشكله. كفار دائما هكذا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ما أفضوا إياهم. أخيرا بعد 950 سنة الله في القرآن يقول وما آمن معه إلا قليل. أقل الأحاديث يقول 7 أشخاص، أكثر الأحاديث يقول 80 شخص. بعد تبليغ ودعاية كم؟ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذول جعلوا الكرسف في أذن هذا الشاب حتى لا يستمع إلى كلام الرسول وقت الطواف، لأن كلام الرسول كلام جلاب جاذب. هذا الولد دخل، هو شاب بعد مو ملتحي،
فكر أي شيء أنا وأي شيء هؤلاء، ولماذا صنعوا هذا الصنيع؟ لأنه ما كان سبع باسم رسول الله أبدا. ثم فكر إني رجل عاقل، ولد عاقل، ما إلى ما هذا الكرسي في أذني. فكان يخاف أن يطلع الكرسف من أقربائه الذين يشوفونه يرونه. شوية زحزح الكرسف، شوية زحزح حتى يسمع. من طاف شاف سمع فرس صوت، لما ساوى الحجر سمع فرس صوت، شاف صوت عجيب كما في القرآن الحكيم الله ينقل في قصة أخرى يقول إنا سمعنا قرآنا عجبا، لأن القرآن فرد قنبلة ذرية في ذلك اليوم، أشياء ما سامعيها أبدا. شافر الصوت جميل وفرد مطالب عجيبة ما سامعها، لأن المجتمع الجاهلي كلما كانوا يسمعون عن الخمر والزنا والمفاخرة بالآباء والكذا وأكل وشرب، وهذا هو الله في القرآن الحكيم ينقل أحوالهم يقول يأكلون كما تأكل الأنعام. شايفين دابة فكرها في شنو؟ في أكلها، هذا هو. فهذا زعزح الكرسوف، سمع صوت رسول الله تعجب، أي صوت هذا؟ من المتكلم؟ أخذ يسأل، ومرة ثانية مرة ثالثة، لأن الطواف سبع مرات والرسول في الحجر قاعد يعني قريب الكعبة المباركة، سمع. لما سمع وقع الإيمان في قلبه، أجى إلى الرسول قال أنت من وماذا تدعو؟ أنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وأدعو إلى الإسلام. وماذا تقرأ؟ القرآن. القرآن ماذا؟ وحي من السماء. الإسلام ما هو؟ الشهادتين. فورا شهد الشهادتين، القلب الطيبة، القلوب الطيبة، القلب الطيب هكذا. مو شاهدي في أول القصة، شاهدي في أخير القصة، أسلم. لما أسلم عرف قومه، قال أحد الذين شاهده أسلم لعشيرته قال إنه صبا، يعني ماله. رئيس العشيرة، رجال العشيرة سألوا عنه هل صبوت؟ قال نعم أسلمت. قالوا إذا أسلمت لا تكون شيخا لنا في المستقبل بعد موت الشيخ الحالي، مو مهم. لا نورثك، مو مهم. لا نزوجك، مو مهم. لا نحترمك، مو مهم. نطردك، مو مهم. طردوه، طردوه حافيا حاسرا. هذا معنى الإسلام المحرك. جاء أهل المدينة إلى رسول الله بعد ليلة العقبة في قصة، يا رسول الله أرسل لنا إنسانا يعلمنا السنة والقرآن. الرسول أرسل هذا الولد واسمه مصعب ابن عمير، ولد ولد. هذا وقت اللي راد يروح معهم، يا رسول الله راحلة؟ لا. يا رسول الله أكلي؟ لا. يا رسول الله ملبسي؟ لا. يا رسول الله مسكني؟ أبدا. مع العلم ذاك اليوم بين مكة والمدينة، لأن بين مكة والمدينة 90 فرسخ، وفي ذلك اليوم ما يقارب 20 يوم المسير فقط. خرج مع أولئك إلى المدينة المنورة، ماذا يأكل؟ أين ينام؟ ماذا لباسه؟ أبدا ما يفكر. هذول هكذا كانوا حتى تمكنوا أن يقدموا الإسلام. نحن نتعجب من تأخر الإسلام اليوم. إذا كان الإسلام مقدما في هذا اليوم هذا عجب. الشاعر يقول يعجبون من سقمي، صحتي هي العجب. أجل المدينة، أدخل الناس في الإسلام زرافات زرافات، حتى ببركة هذا الولد المخلص والشاب المجاهد. ما بيت في مدينة إلا ودخل
في ذلك البيت ببركة هذا الشاب مسلم وإسلام. الرسول جاء إلى المدينة في قصة الهجرة الطويلة المعروفة. هذا الولد في حرب أحد موجود مع الرسول، وآخذ بيده لواء الرسول. المخلص هكذا يعمل. بعد الحرب وبقي هذا الولد في الحرب مع الرسول إلى أن انتصر المسلمون، في قصة طويلة. بعد الحرب رآه الرسول، قال تعال، وقال رسول الله لنا، ولا هو يعلم، قال يا مصعب لماذا ما فررت؟ قال الولد يا رسول الله أنا مو مصعب، من أنت؟ قال أنا ملائكة. هذا الولد استشهد، وأخير كلامه قال يا رب لا يسقط لواء الرسول من يدي، فالله صورني بصورة مصعب فأخذت اللواء، ولا هو قتيل هناك. لاحظوا شلون قدموا الإسلام. نحن بحاجة اليوم إلى هكذا أناس. إذا كنا هكذا أناس يتقدم الإسلام، إذا ما كنا هكذا أناس وصرنا هكذا أناس هم يتقدم الإسلام، وإلا هالإسلام اللي نشوفه إسلام عادي، بالي صلاة نصلي الحمد لله، صوم نصوم الحمد لله، الحج نحج الحمد لله، مجالس العزاء نحضر الحمد لله، طلبة الحمد لله، منبري الحمد لله. لكن شيء اللي كان يقدم الإسلام ماذا كان؟ الآن شوفوا هالحدود الجغرافية بين بلادنا، صحيح هذا؟ الآن شوفوا هل لا أخوة الإسلامية، كل مسلم وأخي المسلم، لأنه في بلد آخر يسمى شنو؟ أجنبي. هل لا حريات الإسلامية اللي موجودة بيننا؟ لأن في الإسلام كل شيء حر، الزراعة حرة، التجارة حرة، الصناعة حرة، السفر حر، كل شيء حر في الإسلام. وأنا رأيت الإسلام ها في العراق، أنا رأيت قبل 60 سنة، الأرض لله ولمن عمرها، الأرض حرة. ونحن المسلمون في إطار صغير، حتى مو إطار القرآن، لأن إطار القرآن أيضا يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة. الآن نحن 50 أمة مو أمة واحدة. في القرآن أيضا يقول إنما المؤمنون إخوة. تشلون أخ فلان وأنت أجنبي في بلده وهو أجنبي في بلدك؟ هذا يسمى أخ؟ وهكذا بالنسبة إلى الحريات الإسلامية، والله في القرآن يقول يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الآن المسلمين 1600 مليون لكن مو أحرار. قسم من الناس يتعجبون لماذا إسرائيل تقدم. إذا إسرائيل ما تقدم كان عجيب. المسلمون المتفككون المتحاربون بعضهم مع بعض، الذين لا حرية لهم، ليست بينهم أخوة، ليست بينهم أمة واحدة، هؤلاء قطعا لا يتقدمون. والله في القرآن الحكيم قال إذا أعرضتم عن ذكري شنو أسوي لكم؟ شهد وعسل. هالشكل قال الله، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الحياة. الآن نشوف معيشة الضنك، شوفوا من الرئيس إلى المرؤوس، من الحاكم إلى المحكوم، من الغني إلى الفقير، من العالم إلى الجاهل، كل الطبقات في ضنك، كل الطبقات في ضنك. هسه هذا النصف الأول في الآية، والله أصدق القائلين ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها، وكذلك اليوم تنسى. إحنا في الدنيا نعيش 50 سنة، 80 سنة، 70 سنة، عيون عدنا. الآخرة كم يوم؟ محشر، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة
يحشر أعمى هناك. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن شاء الله لنكن هكذا مسلمين. وهذا النموذج ذكرته. وأنتم كلكم الحمد لله علماء خطباء مؤلفون، تعرفون هذه الأمور. يجب علينا أن نكون هكذا، وإلا الإسلام لا يتقدم. مو ما يتقدم الإسلام، يتأخر على طول الخط. على طول الخط نشوف تأخر الإسلام نحن، وعلى طول الخط نشوف تقدم غير المسلمين. كنت في تقرير أقرأ قبل كم يوم أن ثلاث دول، أحدها أمريكا والثانية اليابان والثالثة الآن ما أتذكرها، يقول في ظرف السنة السابقة يعني السنة الماضية اخترعوا 100,000 اختراع جديد، و1,600 مليون مسلم هل اخترعوا اختراعا واحدا؟ حتى اللحم نسيناه احنا. هذا ظنك الله. انا شخصيا كنت اشتري، ولعل حضرة السيد وحضرة الشيخ وحضرة السيد وحضرة السيد يتذكرون هذا الموضوع، قبل 50 سنة نشتري شيش كباب وفصيحه سك، شيش فصيحه سك، هذا الشيش عبارة عامية، نشتري شيش كباب بفلس واحد، فلس واحد واحد. الآن بسبب صدام وأسياده وأتباعه شيش الكباب في العراق 12 دينار، يعني 12,000 مرة، 12,000 مرة. هذا مو ظنك الله لمن أعرض عنه؟ الله سبحانه وتعالى إذا أعرض عن أحكامه يعرف كيف يعمل. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. في آية أخرى الله يقول ويمكرون ويمكر الله. في آية ثالثة يقول قل الله أسرع مكرا، يعني أنت تمكر بالله الله قبلك يمكر بك، يعني الله عالم أن فلانا يريد المكر به فالله يهيئ المكر له. قل الله أسرع مكرا. إن شاء الله أنتم كخطباء وككتاب وكعلماء وكمؤلفين يجب عليكم وعلينا وعلى كل إنسان يعي أن نهتم لإعادة الإسلام كما في القرآن الحكيم، وكما طبقه الرسول، وكما طبقه علي. والرسول على عظمته يقول ولو عصيته لهويت، وفي القرآن الحكيم الله تعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل، كلمة خلاف الواقع. لو تقول الرسول علينا أقطع حياته. الرسول ولو عصيت لهويت، الله مو أقرباء لأحد. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام والإمام السجاد عليه الصلاة والسلام والرسول نفسه قبل ذلك بعبارات مختلفة، إن ولي محمد من أطاع الله ولو كان عبدا حبشيا، وإن عدو محمد من عصى الله ولو كان سيدا قرشيا. من معاصر الرسول اسمهم في القرآن فقط نفران، المعاصر للرسول أساميهم ما أجي في القرآن أبدا، وإنما بالكناية بالتلميح بكذا بالإشارة ذكرت أساميهم. أما الذين ذكرت أساميهم في القرآن من معاصر الرسول صريحا نفرا فقط، أحدهما زيد
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. والثاني والشاهد في الثاني أبو لهب فقط، هذا حسن وهذا سيء. تبت يدا أبي لهب وتب، ما غنى عنه ماله وما كسب. الله سبحانه وتعالى يريد أحكامه، والله لا يقبل التعارفات ولا يخاف المظاهر. إذا نحن مشينا في طريق الله سعدنا وأسعدنا، وإذا ما مشينا في طريق الله نبقى هكذا كما الآن باقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويوفقنا جميعا لأن نكون كالمسلمين الأولين الذين كانوا حوالي رسول الله وحوالي علي عليهم الصلاة والسلام، وأن نقدم الإسلام إلى الأمام، وأن نطبق في الداخل ثلاث آيات وفي الخارج ثلاثة أمور ذكرناها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.